قبل الحمد لله مزيان، واخا تأثر شوية بهاد الظروف ديال الجائحة ديال كورونا، ولكن الحمد لله اللي عنده شي كليان راه خدام معاهم. تقريبا عندي تقريبا واحد 18 سنة في هذا المجال. الحمد لله كليان كاينين، الحمد لله كاين الإقبال، بخور والعطور وداك الشيء. غير هما الكليان كيختلفوا، كاين اللي كيبغي حاجة مزيانة، كاين اللي كيبغي حاجة عادية، كاين شي حاجة سبيسيال. الناس الذواقة اللي كيبغيو حاجة مزيانة، وكاع الأذواق كنرضيهم الحمد لله. كاين ناس العادي الحرامين عندهم بخورات جداد، واخا كاين الثمن شوية، كاين 250 درهم 300 درهم. كاين السلعة ديال سميتو ديال المنافع، حتى هي السلعة ديال السعودية، حتى هي مزيانة، أثمنة فيها مناسبة. وكاين بارفانات حتى هما ديال العود، حتى هما مزيانين، أثمنة مناسبة. كل شيء كاين حتى العود قمارين، حتى موديلات والأشكال، كاين ابتداء من 30 درهم حتى 300 درهم الغرام، حسب الجودة وحسب الكاليتي. كاين الهندي، كاين الكمبودي، كاين الماليزي، كاين فيتنامي، كيكون بحال القشيرات. كاين هندي، كاين سريلانكي، كاين موديلات بزاف، كاين موديلات، كاين موديلات وكاين أثمنة مزيانة. المغاربة كيقلبوا على الثمن يكون ناقص، فهمتي؟ أغلبية كيعجبهم موديلات مزيانين، غير هو الثمن كيجيهم شوية غالي. المغربي ما كيفوتش 30 درهم حتى 50 درهم الغرام. داك الشيء الآخر اللي غالي عنده واحد الفئة خاصة به، اللي ذواقة وكتعرف القيمة ديالو كتجي تاخذو. ما المغاربة كيبغيوها تكون شي حاجة ثمن مزيان ومناسب. الشيء اللي كاين البخور هذا بخور خلطة شرقية، ولكن كنصوبوها حنايا، هذا سميتو بريباراسيون ديال المغرب، كنصوبوها حنايا، كنزيدو فيها اضافات، كنزيدو فيها الجاوي، كنزيدو فيها المسكه، كنزيدو فيها صرغينه، وكاد كنديرو هذاك لي صوص ديالهم، لي بارفان، الجاسمين والعود والعنبار والمسك، هذاك الشيء كنبريباريو حنايا. هادو دابا مزيانين بالنسبه، كترضي جميع الاذواق وفي المتناول الجميع. تقدر تاخذ 10 درهم تاخذ بخور مزيان، انطلاقا من 10 درهم تاخذ حاجه مزيانه. ريحة طيبة وثمن مناسب، حتى بلاصة الشعبية دار السلطان راك معروف، بنادم ملي كيجي كيقلب على الثمن مزيان وكيقلب على الجودة، كيقلب عليهم بجوج، فهمتي؟ يعني الحمد لله في الأثمنة في المتناول زعما. فعلا تأثرنا بسبب العراسات ما كاينينش، حيت كانوا كيجيو عندنا بزاف الناس صحاب كياخذوا داكشي ديال الدفوع العراس، مسكة غليظة، العود. ومع هادشي ديال كورونا خويا تأثرنا شوية، ولكن الحمد لله العام الجاي إن شاء الله يكون أحسن، إن شاء الله نتمنوا من الله يكون أحسن. كنهنئوا المغاربه جميع على هذه المناسبه السعيده، وكنتمنى لهم الازدهار ان شاء الله، وترفع علينا البلاء ان شاء الله، والعام الجاي ان شاء الله يكون احسن. ديما يتفائل، تفائل خير، يكون عام احسن ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله.